سلام من قرية سلم، يلا تعرفوا شو قصة المبنى اللي خلفي وكمان سبب تسمية هاي القرية وأكثر، تابعوا جولتنا لليوم. الآن سوف ندخل إلى جامع سلمي. هذا الجامع مغلق منذ سنوات وفي حالة جدا جدا صعبة، مهمل منذ سنوات ومغلق بسبب البلدية. والآن سوف ندخل يعني عن طريق السلم لنوافيكم بالتفاصيل من الداخل. أولا احنا دخلنا داخل المقام، المقام موجود هون تبع سلامة بن هاشم ومسجد قرية سلمة. احنا داخل المقام والمسجد، مسجد قرية سلمة هو المعلم الوحيد اللي تبقى في القرية، كان اسطبل للخيول استخدموها بساحات المسجد وبالداخل كمان لغاية 2008. بعدها اتسكر الجامع، ما حدش دخل لهون. حاليا الوضع مأسوف عليه، مأسوف جدا عليه على المسجد، وهذا احد يعني المعالم الإسلامية اللي تبقت في قرية سلمة. منبر جامع قرية سلمة، شوفي يعني كيف كان، يعني مكون من 3 درجات. هون زي ما بقولي برضه حد يتابع الجامع ولكن مقسم. هاي الجدران هاي ما خلتش، هاي الجدران ما خلتش، هاي الجدران اللي غطت العمل بالغرف اتحولت لغرف، هذا كله ما كانتش، هذا كله كان مفتوح، الجامع مفتوح مع سقف مرة، هذا كل الجامع كان مفتوح. ولما استخدموه كملهى ليلي تم إقامة هاي الأبنية الجديدة والتقسيمات. هذا بنية جديدة، هاي بنية جديدة، هاي تسكر، عشان كل هاي صحة واحدة يعني مش مغلقة. هذا المتوضع للمسجد. بالسطوح في موجود كتاب، غرفة من هنا بنطلع لها هلا، كتاب. كتاب كانوا يقرأوا فيه القرآن، دراسات. إذا هذا هو الكتاب الذي كان يقرأ به التلاميذ القرآن، وهذا هو حاله الآن. بالرغم من هذا المشهد المؤلم والمشهد المحزن، حيث نجد مسجد صامت في وسط مستعمرة هتكفا، علينا أن لا ننسى أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. هذا المسجد شاهد على وجود الشعب الفلسطيني وصمد. طبعا هاي البير الموجود أمام المقام بير قرية سلمة، اللي من هون كانت المياه تتوزع على جميع القرية. هذا البير، بير قرية سلمة. نعم طبعا مباشرة أمامنا اللي هو مقهى خليل أبو إصبع، والبناية اللي فوق كانت لمختار البلد، جنبه كان حلاق، جنبه كان حلاق. طبعا هون كانت مخبز، طبعا مقهى خليل ابو اصبع. هذا المقهى اللي جمع كل ثوار قرية سلمة يحددوا هجماتهم على المستعمرات اللي كانت تحيط بالقرية. احنا موجودين هون بالمقهى هذا، هاي البناية. طبعا مختار قرية سلمة كان فوق، مختار قرية سلمة كان هون فوق. هاي المقهى لو تحكي بتشهد على مقاومة وبسألة أهل قرية سلمة لصمودهم، بس لو إنها الجدران هاي بتقدر تحكي.
طبعا هاي اساسا مقبره قريه سلمه كيف ما انتم شايفين تحولت لمنتزه. احنا موجودين اليوم في منزل الشيخ مراد، هو احد اغنياء قريه سلمه. هذا البيت يعود له، في وقت الانتداب البريطاني استخدم هذا البيت لمركز تحقيق، طبعا خصص جزء من الاراضي اللي كانت باملاكه لقريه سلمه وانشئت فيها مقبره. البيت كما تشاهدون كان موجود فيه بركة، ما زالت لليوم. هاي البركة كانت تسقي البيارات اللي بقرية سلمة. مغلق المقبرة، المكان مغلق. إذا يعني سوف نحاول الدخول بطريقة أخرى. إذن هذه هي مقبرة الشيخ مراد، وهي مقبرة تابعة لقرية سلمي، تحتوي على قبور من سنة 48 وما قبل. وضعها كما ترون جدا مهمل وجدا سيء. وجدنا قبر قديم جدا جدا، واجهنا بعض الصعوبة في قراءة الشاهد. بعد ما حطينا ماء صار الأمر أوضح. هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، انتقل إلى رحمة الله مصطفى بن حسين كنج، والذي توفي يوم أحد في صفر سنة 1360 هجري. أمامنا هون قبر يعود لمحمود داود واكب، وله من العمر 70 عام. توفي سنة 1353 هجري، ما يعني أنه بيكون 1935 ميلادي. احنا رسالتنا واضحة، انه اهل قرية سلمة يعرفوا بلدهم، يعرفوا المعالم اللي فيها، وان شاء الله ان شاء الله انهم بيرجعوا بحرروها وبيرجعوا على بلادهم على بيوتهم. وبنفتح المسجد قرية سلمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعطيك الف عافية فهد، شكرا كثير كثير، نورتنا. الى اللقاء.